من المنتج إلى المستهلك مبادرة توفر سمك القاجوج الملكي بأسعار مناسبة عبر نقاط بيع للأسماك بولاية برج بوريريج، وهو ما استحسنه سكان الولاية. عندنا المنتوج هذا تاع الدوراد الملكي من المنتج إلى المستهلك من المزرعة دي طول يجيبوه لعندنا لهنا جديد، والناس يعني استحسنته بسعر جد وتنافسي، سعر هايل بزاف، الناس راهي تشري فيه، الناس راهم يجيو بزاف على جالو. ان شاء الله تزيد تشمل انواع اخرى من الاسماك باسكو باش ما تبقاش في هذه، ومام البريل وين رانا نشوفوا وين الناس تقدر تشريها دوكا. المبادرة بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تشجيع المنتجين فإنها تضمن التحكم والتنافسية في الأسعار. الهدف الأول هو تشجيع المستثمرين والمنتجين لتربية المائيات البحرية والقارية لإيجاد سوق لهذه المنتجات. الهدف الثاني هو خلق شبكة وطنية للتسويق لإيصال المنتوج في ظروف صحية وبنوعية جيدة إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء. الهدف الثالث وهو خلق هذه الشبكة الوطنية ومحاربة المضاربة وإيصال المنسوج إلى المستهلك بأسعار مقبولة. في ظل ارتفاع أثمان باقي اللحوم يمكن لتعميم هذه المبادرة أن تنعش مشاريع تربية المائيات، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المنتوج من طرف المستهلك.